أنا لما بفكر بالرئيس شارل الحلو بفكر برئيس مثقف أتى من الصحافة، فرانكوفوني بامتياز، كمان عنده نوع من الأرستقراطية بالتعاطي وبال يعني شخص هيك مميز. ده اليوم منفتقد بهالأيام لهالأشخاص المميزين يلي مثل ما حكينا بالمقدمة هيك مش مستعجلين عروة. الرئيس شارل الحلو كان رجل حوار من الطراز الأول. ليك حتى وقت اللي وقع الخلاف بين الرئيس بشارة الخوري وبين مفكر لبنان الأول الأستاذ ميشيل شيحة الله يرحم ثلاثة، هو كان صلة الوصل الوحيدة، كان هو يجرب أنه يقرب وجهات النظر، كان يجرب أحيان كتير ينقل رسالة من ميشيل شيحة للرئيس بشارة الخوري وبالعكس، ويجرب يصلح بالأمور لحتى، لأنه بتعرف أنت ميشيل شيحة هو خي مرته للرئيس بشارة الخوري، صح؟ فكان يجرب أنه يخلي أواصر اللحمة العائلية موجودة من خلال الكلمة الحلوة وأحيانا من خلال النكتة. كان يجرب كتير أنه يصلح الأمور كلها حتى يجرب يلعب لعبة الدور الموفق بين الطوائف، مش بس بين الشخصيات، يعني كان يجرب انه يالف بين الاسر الروحية اللبنانية. وانا وقت اللي كنت مستشاره لقضايا التاريخ سألته طيب ليش حتى تلعب هالدور بالوقت اللي ما كنتوا تقدروا تجمعوا مجموعة سياسية تلعب هالدور، قال لي بالحرف الواحد نحنا اذا ما كان الشخص يلي بيتمتع بجرأة الكلمة انه يقدر هو يكون مؤتمر دايم للحوار نفشل. حلو. يعني حتى لاحظ وقت يلي كانوا بفترة المعاهدة اللبنانية الفرنسية، كانت جريدة الأوريون يلي هو كان من رئيس تحريرها بهذاك الوقت، كلمة وقفت الجريدة. اجا صار انه المندوب السامي صار يفرض اشياء ويفرض اشياء ويفرض اشياء قبل ما انها تبلش عملية التفاوض للمعاهدة اللبنانية الفرنسية. كتب مقالي بالأوريون عنوانها اينو. شو يعني اينو؟ وقتها السلطات الفرنسية عملت اتفاقية مع سوريا، هو كتب اينو انه امتى نحنا، وكتب هونيك شيء من هجوم لازع جدا على السياسي الفرنسي اللي كانت موجودة هون. أصدر المفاوض السامي وقفة، ورجع بعدين المفاوض السامي بالذات اتصل بالرئيس شارل الحلو واعتذر منه وقال له أنت أبدع مين خلى الناس إن تتحرك بالاتجاه اللي أنت بدك إيه. حلو. شو بتذكر هيك؟ قلت لي كان عنده نهفات كتير وبعرف انه نكته كانت هيك على مستوى يعني فيها ذكاء. شو بتذكر هيك شي نهفة؟ مرة كانوا بمجلس النواب هيك، وكان هو والرئيس صلاح سلام عندهم كتير من التواصل، وكان في نوع من الالفة، وكانوا وقت اللي كانوا نواب قبل ما يكون الرئيس صلاح سلام رئيس حكومي الله يرحمه، كانوا ضلوا يقعدوا حد بعضهم. وقت يلي الرئيس سلام عمل شو اسمه الحكومي ورجع بعدين استقال رئيس شارل الحلو، هيك طلع الرئيس شارل الحلو على المنبر تيحكي انه لطشوا فيها، وقتها لطشوا الرئيس سلام انه كيف استقالوا من دون ما يسميه. طلع على المنبر وقال له بيت شعر، يعني ما بيجيني هو كله هلأ بيت الشعر، بس بيقول له انا وقاعد محلي بتلفت على شمالي لا أراك. هون النواب غشوا من الضحك انه انت مش موجود ولو كنت رئيس حكومة. يعني كان يأثر دايما اعمال الكلمة مش الجرحة، الكلمة اللطيفة ولكن المعبرة عن سواء كانت ايجابا او سلبا. طيب اعرف انا كمان انه دكتور عماد بيكتب شعر، يعني بالاضافة لكتاباتك بالاقتصاد وبالتاريخ، بدي اسمع اللي قلت لي اياهم امبارح، حبيتهم كثير، وعندك كمان نوع من الالقاء، والالقاء يمكن 90% من الشعر اوقات، بس انت مكمله باثنين بقى، شو رايك نسمعهم؟ ليك رح سمعك شغله غير اللي سمعتك اياها امبارح، يلا بسمعك شيء من تبعوت امبارح، يلا.
وحدة عنوانها 27 تموز. يعني كتبتها ب 27 تموز لحتى ما انسى هذا الوقت والمناسبة اللي انكتبت فيها. شال الشمس اللي انا قطفته سرقته الحلوة وعشعرها المغنج شلحته وراحت راحت تتحدق بهالشمس باللون المذهب اللي عرفته اجت لقلبي تصرخ صراخ الهمس. الطفل الشمس بالقوة مثل ما بالليل الرمادي بليلة سهر طفطلي الكوكب الفضي طفطلي القمر. حلو. شو بدك بقى هالشمس بتريدك؟ اسمعيها عند الصبح بتغني قصيدك تركيني انا للحب الحلو اشربه بايدك تشعري قدام بيتك محل الشوك ازرعه بايدك. اخر مقطع منا وهون لما التقينا وقبل ما نطير اسمحيلي كون لعيونك سفير انقل الزنبق عجبينك بيلبق واخد لجمال الطهر من جيدك مواعيد ولعيد الصبح بجبينك العيد لانه المسيح اذا بيقشعك عالدرب رح يعيف الصلب ويرجع يخلق بروحك من جديد. حلو كتير. انا بدي اقول لك متشوقين لرحلة بينه. نحن اتفقنا بالمبدأ ب 22 نيسان على بينه. نعم. والتحضيرات جارية وجاي الوقت انه نعمل هيك حلقة كلمة عن بينه. ان يتعرفوا على بينه وعلى تاريخ بينه وعلى حضارة بينه. ينتظرونا. وعلى الانشاءات اللي عم تقوم فيها بلدية بينه وعلى كل هالطموح اللي نحن عنا اياه هلأ لعملية الانماء واعادة الانسان الى بينه والتشبث الانسان بارضه ببينه. نتمنى انه يشاركونا بهالمشوار. على كل حال تحياتنا لرئيس البلدية العميد جرجي وهبي يلي ابدا اشد الحماس والتعاون وصديقنا بسام شكر معنا على السمع كمان يلي هو اصل هالخبرية كلها سوا وجمعنا كلنا سوا. بسام حبيبي ويضل حبيبي وبتقله بتمنى عليك يا بسام انك تكون اول الناس وانا يلي رح كون مشنجلك عظيم. وقت اللقاء ببينه. عظيم. سوا على بينه ب 22 نيسان ومنشوفك بخير. يعطيك ألف عافية دكتور عماد. أنا بشكر اتصالك وبشكر صوت لبنان. يا هلا.